تفضل. اولمبي البيجي ترجي التونسي وانتصار خارج قواعد رغم الاسبقين. اولمبي البيجي ثاني مباراه بين المدربين الاثنين بعد فوز العرفاوي على نبيل معلول وطبيعه في المباراه الاخيره جمعت بين اولمبي البيجي وترجي التونسي 3-1. هذه المره في شرقوت بالذات هذه المره نبيل معلول هو اللي يفوز بزوز اهداف مقابل هدف. ربيع المغانمي، رفيق الزعفراني، ياسين البحري ونضال بن حميد. السؤال اللي كان ينتظر في إجابة في لقاء الأولمبي البيجي بالترجي الرياضي التونسي صاحب لقب بطولة الموسم الفارط هو: هل يتمكن أبناء العرفاوي من إعادة سيناريو لقاء إياب الموسم الماضي بالفوز على أبناء معلول، أم أنه للترجي إمكانية اجتياز عقبة الأولمبي والعودة بنتيجة إيجابية يأكد من خلالها جاهزيته النهائي رابط الأبطال؟ المولي شمام نيانغ والثنائي المساكني من جانب الترجي الرياضي، محمد العبيدي وعباس من جانب الأولمبي البيجي أبرز الغيابات اللي سجلناها في بداية اللقاء. الترجي لعب مباراة هذه منقوص من 5 عناصر أساسية مهمة جدا، يعني في الخطوط الثلاثة. اليوم كان يستنى في نبيل باش يهبط التشكيلة اللي خلينا نقولوا سيرتو على البارتي دروات اللي باش تكون حاضرة في الفينال كونتر الأهلي في ظل غياب سامح الدربالي واريسون عفول على الدور النهائي. ما نجمش في ظل الغيابات اللي عندي الأخرى، معناها عندي 4 ملاعبية أو 5 ملاعبية ينجموا يكونوا موجودين معنا في الدور النهائي في المباراة القادمة. إذا كانت تنحي لهم أفول وتنحي لهم سامح الدربالي يوليوا 7، ما عادش نلقى شكون اللاعب، صعيبة برشا. إذا واحد باش يحكي على الغيابات، 32 لاعب يوريو ريني 11 وكيغيبوا ما نلعبوش. والبداية كانت قوية خاصة لأصحاب الميدان اللي ما استناوش أكثر من 8 دقائق حتى يتوصلوا من افتتاح النتيجة بعد ضغط على حامل الكرة وتوغل من الجهة اليمنى من عاطف الميزني والتوزيع في اتجاه شادي العمري اللي كان وجه لوجه مع الحارس وبكل سهولة يتمكن من مغالطة بن شريفية. هدف خلى مستوى اللعب يشهد تحسن خاصة من جانب أبناء باب السويقة اللي حاولوا يردوا الفعل في أكثر من مرة بقيادة كل من البليلي أثر توغل في مناطق 18 متر، لكن تدخل الحارس قيس العمدوني يمنع من تعديل النتيجة. كذلك عن طريق اللاعب الغاني لوتي في مرة أولى ثم بن منصور في مرة ثانية في عملية طالب على إثرها ضربة جزاء، لكن الحكم يؤمر بمواصلة اللعب. الأولمبي وكأنه يختار المحافظة على النتيجة وعدم المجازفة نحو الهجوم. في المقابل فريق الترجي يواصل في ضغطه والضغط يجيب نتيجة. الثركنية يحكم تنفيذها يوسف البليلي، سوء تغطية في دفاع الأولمبي والراقد بكل سهولة يتمكن من تعديل النتيجة في 29 دقيقة لعب. الربع ساعة المتبقية في الشوط ما غيرتش في نتيجة الفترة الأولى اللي تواصلت فيها أسبقية اللعب للترجي وخلق الفرص، لكن لا التراوي ولا البوعزي يتمكن من تغيير النتيجة لصالح فريقه. في الشوط الثاني وعلى عكس الفترة الأولى غياب كلي للأولمبي البيجي اللي تراجع المناطق الخلفية وفسح المجال للترجيين الفرص سيطرة تكاد تكون كلية. أهدر خلالها وليد الهيشي فرصة أولى ثم البليلي فرصة ثانية، لكن الثالثة يتمكن خلالها مجدي تراوي في 64 دقيقة لعب من مغالطة الحارس قيس العمدوني وإضافة الهدف الثاني للترجي. مختار العرفاوي وبعد ما حسب الخطر وإمكانية قبول أهداف أخرى وبعد ما أقحم محمد السليتي في مناسبة أولى ثم فخري العمدوني ومحمد الكثيري في مناسبة ثانية، تغييرات ما عطتش أكلها وما غيرت شيء، بل أثبتت وأن الفريق مازال ماهوش حاضر بدنيا في بداية مشوار البطولة. في المقابل فريق الترجي يأكد مرة أخرى وأنه ما يتأثرش بحتى غياب ويأكد بالتالي جاهزيته أسبوع بل لقاء إياب نهائي رابطة الأبطال بعد عودته إلى الديار ب3 نقاط. الظروف الصعبة أرضية الميدان كذلك عديد الغيابات، الترجي اليوم إلقى الحلول في الكرة الثابتة. لا عدم معناها لا يلدغ المرء من جحره مرتين كما يقول. المرة الأخرى جينا لهنا ما كناش نعرفوا الترا مليح، ما نجمناش نلعب وهبطنا من اكيب تكنيك، اليوم هبطنا من اكيب اتليتيك، معناها لعبنا على الكرات العاليه ما نجمناش نلعبوا الكرات القصيره خاصه في نصف الملعب نتاعنا. طولنا كرات مشينا ورا الدوزيام بال اللي جا الانتصار، عملنا البلوك با قبلنا لعب وما قبلناش بونتو على سيكونس دو جو بونتو ويت قبلنا دو بوت سور دو بال اريتي. استراتيجيا الترجي تفوق على اولمبيك باجا مش تكتيكيا.
بعد ما تعادل في الزوز مواسم الاخيره جاد الترجي العاد مع الانتصارات في الجوله الافتتاحيه، يعني في الزوز مواسم الاخيره الجوله الاولى تكون فيها نتيجه تعادل. يعني بالنسبه للترجي الاهلي التونسي الهزيمه رقم 17 الاولمبي البيجي في 27 مباراه استضاف خلالها ترجي لحساب البطوله، والمقابله رقم 150 لمجدي تراوي اللي كان سجل الهدف الثاني في مباراه ضد الاولمبي البيجي. سمير، المقابله كانت صعيبه على الفريقين الاثنين لعده ظروف، منها انه الترجي الرياضي يحضر في النهائي قبل باسبوع تقريبا 6 أيام من دور النهائي، نبيل معلول امام خيارين يحضر بالمقابله هذه الدور النهائي ولا يلعب مقابله الانتصار ثم نهار الاثنين بعد المقابله، معناها ما يكشفش الاوراق يعني. بالضبط، لكن نبيل كان امام معناها واقع غياب 5 تقريبا لاعبين اساسيين، وبالتالي كان مضطر انه يلعب تقريبا يلعب كل قوته، لكن كان قدامه فريق محترم ومحترم جدا هو الاولمبي البيجي اللي لعب على حسب الامكانيات نتاع الفريق نتاعو تقريبا. لعب وقال المدرب مختار عفيف لعب البلوك با، لعب في المنطقه نتاعو، ضغط على الترجي الرياضي، فلعب 3 اللاعبين السريعين القدام عاطف المازني 7 على اليمين، العويني 15 في الاكس، وشادي العمري على اليسار. دونك اول ما تتفك الكره يرجعوا للمنطقه نتاعهم يحاولوا يضغطوا على الترجي الرياضي. تنشوفوا بعد في اللقطات فما ضغط على حامل الكره في الترجي الرياضي التونسي في المنطقه نتاع نص الملعب، ثم يتحولوا بسرعه الى الهجمات المرتده اللي قلقت برشا فريق الترجي الرياضي التونسي. دفاعه نوعا ما كان ثقيل، غير نبيل حتى زواغي في اللاكس مع وليده، حتى بن منصور على اليسار نوعا ما كان ثلاثي ثقيل نوعا ما، تنتكلموا اكثر في اللقطات اللي عملت الفارق في اللقاء هذايا هو نقطتين. النقطة الأولى الكرات الثابتة اللي تكلم عليها، قال الكرات الاستراتيجية كرات ثابتة بالنسبة للترجي الرياضي، لأنه اعتمد أمام كتلة دفاعية قوية برشا من الأولمبي الباجي، اعتمد على الكرات الثابتة ثم الكرات الطويلة اللي مش متعود بها الترجي، ولكن خيار كان صايف في المقابلة ذي أنه يلعب الكرات الطويلة وراء المدافعين ثم يلعب الدوزيام بال. النقطة الثانية مهمة هي الكرات الثابتة اللي نجح فيها الترجي الرياضي. فما عامل آخر مهم برشا في اللقاء ذي هو عامل اللياقة البدنية، لانه باجا لعب تقريبا 200 وشويه في صوره باهيه برشا، ولكن انخفض برشا المردود البدني للاولمبي الباجي حتى بالتغييرات اللي قام بها المدرب نتاعهم باش يعطي اكثر قوه. شنو الاسباب سمح لي؟ هذا منطقي على خاطر بدايه موسم ولا قله المباريات؟ بالنسبه لي انا لجور جي معناها بدايه البطوله يلزم الفريق الكل تكون حاضره 100%، هذه ما زلنا في الروداج والجوله الثالثه والرابعه والخامسه. لا هذا يرجع ياكد انه المباريات الوديه اللي يجريوها بعض الانديه ما تكونش يعني ما يعطيوش الكل في الكل، ما يعطيوش 100%. فما مدربين يختاروا انديه اقل مستوى باش ينتصروا بثلاثه ولا اربعه، وبالتالي ياخذوا ثقه الملاعبيه وثقه الجمهور خاصه. وفما مدربين اخرين ما يخافوش، يلعب مقابلات وديه قويه من طراز عالي، وحتى في تركيز الملاعبيه يركزوا يدخلوا المعسكرات في المقابلات الوديه باش يعطيوا للملاعبي الطاقه والتركيز الكبير على المقابلات هذه، وبالتالي في انطلاق الدوري يكون الفريق حاضر 100%. ما عادش عندنا تو ما زلنا جولتين وثلاثه في الروداج، هذه ما عادش نحب، انا بدي ما عادش نحب نسمح لان طورت اساليب التدريب وطورت الكره خصوصا سمير، وان البطوله انا ما توقفش، معناتها اللاعبين ما تعرف في البطولات الاخرى اللي تتوقف البطوله شهر وشهر ونص، فما بريباراسيون جديده وبعد فما مقابلات وديه ونسق، ولكن هنا معناتها شرتاحوا براتيكون اسبوعيه تقريبا اسبوعين ثلاثه. لكن انا نحب ناكد على حاجه بالنسبه للاولمبي البيجي، تحس انه فما بصمه نتاع مدرب واضح، وقفه الملاعبيه صحيحه، فما تناغم في الادوار، فما 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 ضغط على حامل الكوره، فما تفكير. من الموسم الفارط هذا مش جديد موجود يعني العامل الاساسي اللي هو اللياقه البدنيه اللي خلى الاولمبي البيجي تقريبا يذيع شويه في اخر 30 دقيقه لعب، ويخلي المبادره للترجي التونسي اللي لعب بصراحه بالخبره نتاع الملاعبيه نتاعو، سير المقابله كيما يحب. وقت اللي ضغط الاولمبي البيجي الترجي اكتفى بالدفاع وقعد يشوف شنو كيفاش وين ماشي المقابله بالضبط، ولكن وقت اللي قال فرصه وين يضرب ضرب الترجي بزوز كرات ثابته ونجح في اللقاء نتاعو. ولكن بالنسبه للاولمبي البيجي لو يحسن النقطتين نتاع الكرات الثابته اللي نتكلم عليهم واللياقه البدنيه، الاولمبي البيجي ممكن يقدم موسم باهي. من ذلك باهي، اخترت لقطات سمير، اخترت لقطات اللي اثروا على اللقاء، ما حبيتش نختار لقطات تكتيكيه بالاساس، حبيت ناخذ منعرجات نتاع اللقاء تقريبا الدقيقه تقريبا 9، وتكلمنا على افتكاك الكره. شوفوا انا في منطقه
نص الملعب اللاعب الاولمبي البيجي باب جاي يفك الكره احسن لاعب في فريق الاولمبي البيجي خذ الكره ادما تراوري كان افضل لاعب تقريبا في فريقين الاثنين لاعب ارتكاز ممتاز جدا وقدم مقابله رائعه ورائعه برشا شوفوا ملاعبي الترجي الرياضي وين موجودين خاصه سامح الدرباري اللي كان يفكر تفكير هجومي تاخر سامح الدرباري في اخر الصوره تاخر على مستوى التغطيه دفاع الترجي ما فماش محاصره فرديه لانه الملاعبيه نتاعنا يفكر وقت اللي كوره عندنا ما نعملوش المحاصره المساحات اللي كانت عند شادي العمري وخاصه عند اللاعب عاطف عند اللاعب عمر العويني وراء المدافعين الكوره تمشي وراء المدافعين يعني فما خطا في التمركز من سامح الدربالي ثم فما خطا اخر في المحاصره من عند وليد الهيشري ومن عند كذلك شاكر الزواغي تمشي الكره لهنا زكا في اخر التمرير تمريره في العمق واللاعب متالي شادي العمري يجي متالي ويسجل هدف يعني ريكوبيراسيون باس ان بروفوندور دفاع الترجي يلعب الخط ثم الهجمه السريعه اللي استعملها الاولمبي البيجي ونجح فيها. اللقطة الثانية اللي باش نمشيو لها تخص الأولمبي الباجي، البلوك نتاع فريق الباجا شوفوا هنا البلوك وين موجود تقريبا في نص الملعب، الشيء اللي خلى على غير عادة الترجي الرياضي التونسي يلعب الكرة القصيرة الترجي، اليوم استعمل كرات الطويلة لأنه كان بلوك نتاع باجا موجود متمركز صحيح، شوف الملاعب اللي عليه الإشارة هنا كان ممكن يكون لاعب ارتكاز هنا لأنه الراقد كان قريب من وليد ثم مجدي كان بعيد تقريبا حلقة مفقودة في نص الملعب خلى اللاعب يكون طويل من ناحيه الترجي اللي مش متعود بهذا كره تخرج وهذا يفسر الصعوبات اللي قاها فريق الترجي الرياضي في بدايه المقابله اللقطه ذي تقريبا كانت في الدقيقه 20 واحد. نمشيو لقطتين اخترتهم انا اخترت لقطتين الباجا ولقطه للترجي اخترت لقطتين نتاع الترجي على مستوى الاهداف الاثنين اللي كانوا من الكره الثالثه نمشيو للقطه الثالثه ولقطه اولى بالنسبه لصالح الترجي التونسي ركنيه عند انطلاق الكره بالنسبه للركنيه ثلاثه ملاعبيه اللي عندهم الاشاره حتى واحد ثلاثه ملاعبيه يتفرجوا في انطلاق الكره الملاعبيه الاخرين فما محاصره عندما تخرج الكره في المستوى القائم الثاني الراقد يبعد على المحاصره في الديبار نتاع الكره كان فما محاصره ولكن الكره خذت في الدوزيام بال تكلم عليها نبيل معلول الكره الثانيه الراقد يخرج من المحاصره تخرج الكره من عند المدافعين كره اولى وكره ثانيه يلقى الروح الراقد وجه لوجه تقريبا مع حارس هفوه ولا هفوتين وثلاثه هفوات فما يعني من الاول فما ثلاثه ملاعبيه كانوا يتفرجوا منذ انطلاق العمليه لاخر انتهاء العمليه يعني لحد تسجيل الهدف يعني يتفرجوا محاصره اخرى ثم الراقد كان في المحاصره الملاعب يخفل عليه وسيبه والراقد يسجل الهدف نعم. نمشيو الكره الثابته الهدف الثاني نتاع الترجي اللي كانت حاسمه برشا بالنسبه للقاء هذا الكره من البلايلي تقريبا شوفوا هنا محاصره كانت موجوده لاعب لعبه هنا فما 10 ملاعبيه من الاولمبي البيجي في منطقه 18 المنطق يقول انه 10 ملاعبيه صعيب برشا انه فريق يسجل مجدي تراوي كذلك كان محاصره عند انطلاق الكره اول ما تخرج الكره مجدي ياخذ الكره بالراس ويسجلها يعني هنا ما فماش محاصره على الكره الثانيه يعني محاصره من الاول كانت موجوده ولكن من بعد شوف اللاعب اللي كان اللي عليه الاشاره كان محاصر مجدي مشى تقريبا 5 متر استقبل الكره واخذها على مستوى القائم الاول ويسجل هدف ونفس الشيء بالنسبه للراقد على مستوى القائم الثاني دوزيام بوتو كيف الراقد كان معناها غير محاصر يعني باجا عند انطلاق الكره تكون فما محاصره اول ما تتحرك الكره الا ويفقد التركيز نتاعو ان شاء الله المدرب نتاعهم يخدم الشيء هذا من خلال التمارين. سمير هذه الملاحظه ديما نقولوا فيها من خاطر المدافع وقت اللي تنطلق الكره يغزر يقعد يغزر للكره وينسى المنافس هذه لازمك تغزر للكره وللمنافس وللاسباس اللي داير بيك ديما نحن الملاحظه نقولوها حتى على المنتخب الوطني التونسي وحكينا عن وهذه نعم. راهي نقطه ضعف مش نتاع باجا نتاع الفرق جل الفرق التونسيه لاعبين توانسه اي سون با كونسونتري مثلا برمشي ايطالي ما تلقاش معناتها على خاطر على خاطر لا معناتها تشوف على تالي لا فما فرق يعني سبيسياليست معناتها في 18 متر ولا ما يسيبك اللهم انت تكون معناتها فريمون ملاعب كبير باش تعمل دي ماركاج ما يعطيكش كادو من النوع هذا ما يعطيكش كادو وهذوما دونك لازم اكثر كونسنتراسيون نتاع اللاعبين في الضرب في البالاريتي في زيد فما مدربين تعرف فما مدربين يختاروا بالاسم في الكره الثابته فلان عندك انت عندك فلان وانت عندك فلان وانت عندك فلان اذا كان يسجل لاعب رقم 9 راهو فلان مسؤول هنا ندخل في موضوع محاصره الفرديه في المنطقه فما مدربين يختاروا دفاع المنطقه في الكره الثابته كما هذا الهدف الثاني اللاعب نتاع باجا كان على 18 متر حاصر تراوي عمل 5 متر وهو مازال يتفرج وفي اللقطه الاولى ثلاثه ملاعبيه يتفرجوا نعم
سؤال نحب نسأله لسمير السليم ونحب نسأله لزياد التلمساني شخصيا. الترجي في العادة نتاعها في التراديسيون نتاعها انه فريق يصنع اللعب، وحتى معناتها المباريات الأخيرة وفي البطولة التونسية فريق يصنع اللعب، والترجي الرياضي بطل افريقيا، معناتها اذا بطل افريقيا الى معناتها عنده الى كلكو شوز ابروفي معناتها على مستوى اللعب. كيفاش تفسر انه عنده الامكانيات زادة، عنده اللاعبين مش يصنع لعب، كيفاش تفسروا انه يجي في بطولة افريقيا خاصة من مباراة مازامبي، معناتها من الجوز مباريات مع تاع مازامبي، شفنا المباراة الأخيرة مع الأهلي، الترجي الرياضي بقرار من مدربه بقرار منه يقرر مش يقبل لعب. صحيح وقت تقبل لعب معناتها تحتاط أكثر، ممكن ما تاخذش أهداف، لكن المجازفة كبيرة والريسك كبار ياسر. شفنا في الريسك معناتها اللي خذاه الترجي في لوبومباشي، شفنا الريسك اللي خذاه حتى في المنزة ضد الفريق الكونغولي. صحيح أن الترجي الرياضي سجل في ربع ساعة الأخيرة، لكن إذا سجل مازامبي معناتها وفات الحكاية، وشفنا نفس الشيء تعاودت هذية في الإسكندرية ضد الأهلي. هل من تفسير لهذا معناتها فريق عنده الإمكانيات مش يصنع لعب ويقرر مش يقبل اللعب؟ جاوب انا ولا انت؟ برا انت تقوم بعدين جاوب زياد. اول حاجه ساعه فريق باش معناتها سي با دوني نيمبورت كي باش يعمل اللعب، لازم يكون عنده لاعبين بطل افريقيا، وعنده يجب يكون بطل افريقيا ويلعب لو كونتر ولا لاتاك رابيد. مش هذا المشكل، انا نقول اللاعبين هم اللي يحكموا على المدرب يصنع اللعب ولا ما يصنعش اللعب. اليوم الترجي لها سنتين ولا يضر لي سنتين او اكثر تلعب ديما معناتها سا ديبونتي ولا ادفيرسير، تجي تلعب مع 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 منافس بعيد عليها برشا في المستوى بطبيعه تصنع اللعب، اما كي تجي تلعب مع فريق نفس المستوى ولا يتقارب المستوى الترجي تحبذ وانه تخلي الكره للمنافس تقبل وهي يعني تقبل اللعب، لانه التكتيك اللي ولا الفكره اللي يلعب بها المدرب هي فكره تاع يفك كره في وسط الميدان واللاعبين ينقذوا. عن كيما تشوف مثلا البروفيل نتاع افو سي ان جوور كي ادابتي بور لو كونتر، كان يلعب على دروا قدمناه رديناه ميليو دروا يلقى لي سباس المساكني كيف كيف دونك سو معناتها اللاعبين نوعيه اللاعبين هي اللي جعلت الترجي الرياضي التونسي ولا يلعب يحبذ لو كونتر. انا صحيح انت كلامك، انا نتفكر الترجي الرياضي التونسي سنتين او ثلاث سنوات التالي كان يعمل اللعب. علاش كان يعمل اللعب؟ خاطر كان عنده ميليو تيران فيه اربع لاعبين يحسنوا امتلاك الكره، اللي هما السويسي والتراوي والدراجي والمساكي. بوسط ميدان هكا تنجم تعمل اللعب، اما وسط ميدان اللي عند الترجي اليوم ما نحبش نسمي الاسماء، فما لاعبين ما عندهم با سيت فاسيليتي دو غاردي لا بال، عندهم با سيت فاسيليتي باش يشدوا الكره يعني زياد اللي يلقى صعوبات. المدرب ياخذ القرار باش يجبد منهم معناتها لو ميور دي جوا ويقرر باش يلعب هكاك. لا هو الملاحظه نتاع سي سامي معناها في بقعتها نتاع انسان متمرس وخبير ويعرف معناها، لكن انا نحب نذكر بحاجات. دومي فينال لسبيرونس مع الاهلي عم ناول نحى الدراجي ولعب بثلاثه من لاعبين تتركيز ولعب بوعزي والمساكني للكونتر ونجح الترجي باش يوصل للفينال نقطة أولى. نفس الطريقة حتى في نفس الطريقة في النهاية. نفس الشيء هز بها الكوب الشامبيونز ليج ترجي، معناها لعب ثلاثة لاعبين في الكاس ولعب الكونتر. في الأهلي صحيح أنه الترجي لعب بنفس الطريقة، مازامبي قبل مازامبي لعب بنفس الطريقة ونجح، لكن في الأهلي ما نجحش برشا. علاش؟ وتكلمت في الموضوع هذايا، لأنه الخط الثاني تاع ليسبيرونس سكر مليح الترجي يلعب مع الأهلي، والأهلي قوي برشا بصراحة. الاهلي عنده امكانيات وكانت تنقص الريتم تاع المقابلات، لكن عندهم لاعبيه صناعيه نتاع كوره. الخط الثاني نتاع ليسبيرونس اللي فيه افول وفيه بوعزي ناقص مقابلات وافول ما لعبش مليح، الخط الثاني اللي نوعا ما خلى الترجي فريق قوي التالي لكن بدون مخالب، ما نجمش يمشي الكونتر، خلى نيانغ قدام وحده والخط الثاني اللي يمشي باغي الريسك اللي ياخذ فما ريسك فما ريسك. سمير والكيب اللي تلعب تعمل اللعب راهو لازم يكون عندها لاعبين عندهم اونيزونس تكنيك. صحيح. طيب علاش برشلونه تعمل اللعب؟ تشوف معناتها اذا كان تعمل اناليز تاع مقابله تلقى ديشي 1% 2% معناتها فما اون جوستيس تكنيك، باس ديما صحيحه، الكونترول ديما صحيح،
فماش لا وقت يعني وقت اللي تنحي الدراجي في التوب في التوب تنحي الدراجي في التوب في الدومي فينال سيكو فما شخصية تاع مدرب وفما تفكير ونحب نتكلم على البطولة الإيطالية اللي يحبها أخونا سامي برشا الانتر وصل لهز كاس أوروبا لعب بسامويل تو أرير دروا ولعب تقريبا في المنطقة نتاعو ما تحركش ووصل نحى البرشلونة وصل في واضح جدا الدفاع في بعض الأحيان يكون ضرورة نعم في معظم الاحيان بصراحه في معظم في بعض الاحيان فريق بدون نعم. دفاع ما تنجمش تتحصل على سيمورات عندنا زوز لقطات تقريبا في المباراه نعم اسكندر في مباراه الاولمبي البيجي والترجي الرياضي التونسي عندنا زوز لقطات نمر للقطه الاولى المطالبه بضربه جزاء نشاهد الكره دور في الميدان تمشي الكره جانبيه وهنا لاعب الترجي يوزع الكره ونشاهد الكره وهي في الطريق نتاعها في مسارها الكره تلمس يد مدافع الاولمبي الباجي شاهدوا هنا كره تلمس ولكن نحبوا نتكلموا هنا ونوضحوا للساده المشاهدين كونه مش كل لمس كره باليد يعني ينتج عنه مخالفه شوفوا اللاعب هنا اولا ماهوش راكز على برجليه الاثنين على ارضيه الميدان ملاعبي المدافع نتاع الاولمبي الباجي اون موفمون يعني يجري يتحرك وبالتالي الحركه نتاعو يعني الرجل والساق فيه تناغم بين يعني الحركات نتاعه وبالتالي تفاجأ بلمس الكره باليد وهنا القراءه كانت سليمه للحكم بعدم اعلانه على ركله جزاء في الحاله هذه. نتعداو للقطه الثانيه كذلك نفس اللقطه مطالبه بضربه جزاء شوفوا هنا الكره دارت بين زوز ملاعبيه من الاولمبي الباجي على مستوى منطقه 16 متر و50 اللاعب الاولمبي الباجي المهاجم في اخر وقت غير راي وحاول باش يوزع الكره للزملاء نتاعو والمسافه قريبه جدا نشوفوا لاعب الترجي بالرجل نتاعو حاول يمنع الكره ودار في ان واحد وما هوش ينظر في ان واحد كذلك اسكندر للكره وبالتالي عاتي بالكره للظهر والكره مشات اليد نتاعو ما فماش قصد كذلك بلمس الكره باليد وكذلك مره اخرى الحكم هنا كانت عنده قراءه سليمه وجيده بعدم اعلانه على ركله جزاء وبالتالي القرارات الاثنين بعدم منح ركله جزاء قراران صحيحان من طرف الحكم. نعم واضح هذه قراءتك انت بطبيعه الحال سي مراد سبقتها قراءه او مقترح سي منى كريم فيما يتعلق بالترجي الرياضي التونسي.